الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء، على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أتحدث إليكم اليوم عن موضوع أولاه القرآن الكريم كبير اهتمام، وأولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اهتماما بالغا، وكذلك أولاه الفقه الإسلامي اهتماما أيضا من خلال ما استنبطه من آيات القرآن وأحاديث السنة. ذلكم الموضوع هو ما يظن الناس أنهم أحرار فيه، يفعلون فيه ما يشاءون، بينما الواقع أن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل أن تضبط حياة الإنسان، جاءت من أجل أن تحدد له مواصفات في كل الأشياء. جاء على الناس زمان تحدث فيه بعض المعادين للشريعة فقالوا إن الزمان الذي كانت الشريعة تحدد للناس فيه ما يأكلون وما يشربون وما يلبسون قد تولى إلى غير رجعة، بينما الواقع اليوم أن الناس أحرار في لباسهم وأحرار في مأكلهم وأحرار في مشربهم، يفعلون ما يشاءون. وهذا في الواقع خطأ فادح، خطأ كبير. ليس هنالك على وجه الأرض شعب من الشعوب إلا وله ضوابط تقل أو تكثر، ونحن المسلمين أيضا حددت لنا الشريعة الإسلامية مجموعة من المواصفات في ضوابط الحلال والحرام في كل قضايا الناس. حديثي إليكم اليوم حول موضوع اللباس من المنظور الإسلامي. اللباس ليس شيئا عاديا يفعل الناس فيه ما يشاءون، وإنما القرآن الكريم أعطى توجيهات سامية فيما يتعلق بقضايا اللباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك له توجيهات نبوية نيرة، والفقه الإسلامي أولى الموضوع كبير الاهتمام. بالنسبة للقرآن الكريم، عندما تفتحون المصحف تقفون مع آيات عديدة تتمحور حول قضية اللباس. يمتن الله عز وجل على البشر أنه أخرجهم من الحالة البهيمية، من الحالة الحيوانية التي كان عليها أو
كانت عليها الدواب وكانت عليها الحيوانات، فميز الله عز وجل هذا البشر وهذا المخلوق منذ أول يوم أنزله إلى الأرض. منذ أول يوم عندما أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أو لعلكم تذكرون. هذا آية من آيات الله. بعض الدراسات تأتي بشيء يمكن أن يكون فيه تكذيب لما جاء في القرآن، يتحدثون عن الإنسان القديم وكيف أنه كان عاريا لا يعرف اللباس. القرآن عندنا يؤكد أن الإنسان وأن البشر عرف اللباس وعرف ستر العورة منذ أول يوم خلق الله عز وجل فيه البشر. ولذلك حذر الله تعالى آدم عندما أهبطه إلى الأرض، فحذره من الشيطان أن ينزع عنهما لباسهما، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. أي بيّن الله عز وجل من أول يوم أن هذا الإنسان ينبغي أن يستتر، وأن هذا الإنسان ينبغي أن يتزين باللباس. وهذه كما سيتضح من خلال وظيفة اللباس، هذه الآية تتحدث عن وظائف متعددة للباس في المنظور الإسلامي. لذلك قال الله عز وجل: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي يستر عوراتكم لئلا تنكشف. ولذلك عندما وقع ما وقع لآدم عليه السلام وأكل من الشجرة، جاء الحديث القرآني عما وقع لآدم عليه السلام: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وفي سورة الأعراف التي تحدثت عن قضية اللباس، قال الله عز وجل: لينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. ثم ذكر القرآن بعد ذلك، قال: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهنا إشارة قرآنية مهمة، أن الإنسان بفطرته يحب التستر، حتى لو أنه بالغ. الحضارة المعاصرة الغربية بالغت في التكشف، بالغت في العري، ولكن مع ذلك تجد ملامح الفطرة، أن تلك المرأة التي تكون في أشد حالات العري تحاول، هي تتعمد أن تتعرى، ثم بعد ذلك تجدها تحاول أن تستر ما يمكن أن يستر، هي تقصر الثوب، ثم بعد ذلك عندما ترى نفسها على تلك الحالة تحاول أن تمد من ثوبها من أجل أن تتستر، لأن هذه فطرة ربانية فطر الله عز وجل الناس عليها. لذلك بمجرد أن وقعت العقوبة لآدم عليه السلام، قال: فطفق، طفق بمعنى أنه شرع وبسرعة، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. في آية أخرى يقول الله عز وجل معلما المسلمين أن اللباس حضارة، أن اللباس رقي، أن اللباس يعبر عن منظومة قيمية يؤمن بها الإنسان: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قال بعض المفسرين: الزينة يراد بها اللباس، لأنه هو الذي ورد في البداية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالمسجد العبادة. والإنسان المسلم يتعبد لله عز وجل 5 مرات في اليوم، بمعنى أنه مضطر اضطرارا شرعيا إلى أن يتزين ويلبس 5 مرات في اليوم، أن يكون على أفضل هيئة وأحسن حال. عندما يتحدث الناس اليوم عن الهنداب وعن اللباس، وبعض الناس يتحدثون أن الفرنسيين كانوا يعلمون الناس والمعلمين والأساتذة أنه لا بد أن يأتي المعلم بهنداب محترم، ولا بد أن يلبس
لباسا جيدا أنيقا نظيفا، لكن ننسى للأسف أنه ليست فرنسا هي من علمتنا كيف نلبس، فرنسا علمتنا كيف نتعرى، أما الذي علمنا كيف نلبس فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم هو الذي علمنا كيف نلبس. يا بني آدم خذوا زينتكم، أي تزين، البس، تجمل، ولا عيب أن يلبس الإنسان من أفضل الألبسة. بعض الناس يتصورون أن الإسلام هو عبارة عن دروشة، هو عبارة عن لباس الممزق، وقد أخطأ بعض من ينتسبون إلى التصوف عندما ظنوا أن التصوف والسلوك إلى الله يقتضي أن تكون على لباس رث وعلى لباس وسخ وعلى لباس ممزق، وليس لهم على ذلك نصف دليل، نصف دليل أو ربع دليل، ليس لهم دليل أبدا. إذا كنت تعتمد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أفضل الناس لباسا كما سيتضح في السنة. إذن الآية القرآنية تركز على ضرورة الزينة، خذوا زينتكم. للأسف كثير من المسلمين يتزينون إذا أرادوا الذهاب إلى أعمالهم أو إذا كانوا مدعوين في مناسبة من المناسبات، لكن عندما يأتون إلى المسجد الذي أمروا أن يتزينوا له تجدهم يأتونك بلباس الرياضة، وأحيانا يأتيك بلباس، يقول هل يجوز أن أصلي في لباس العمل؟ نعم يجوز، ولكن إذا كان لضرورة، أما في الحالة العادية فالأصل أن الإنسان يتجمل. أنت في الصلاة تقف أمام ربك، كيف تجعل ربك أهون الناظرين إليك؟ الله هو الذي دعاك للصلاة، لو دعاك صديق أو لو دعاك مسؤول لأن تقابله تجد الإنسان يتفنن في لباسه ويتزين في هندامه ويتعطر بأجمل العطور، لكن عندما يأتيك إلى المسجد بعضهم يأتيك بروائح الدخان والسجائر، وبعضهم يأتيك بخفاف أو بألبسة فيها روائح كريهة، وخصوصا ونحن في بداية الصيف، لذلك أو في بداية الحرارة، لذلك أحببت أن أتحدث لكم عن هذا الموضوع في هذا الفصل وفي هذه الأيام. خذوا زينتكم، مساجدنا ينبغي أن تكون معبرة عن حضارتنا، ينبغي أن تكون معبرة عن ديننا وعن قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عندما تكون الاجتماعات الكبرى مثل اجتماعات الجمعات والأعياد والمناسبات، فالإسلام يركز على هذا. وقد مدح الله عز وجل قوما، بنو سلمة بن عوف، هؤلاء كانوا جنوب المدينة المنورة، في منطقتهم بني مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. امتدح الله عز وجل هؤلاء القوم بخصيصة واحدة لكنها كانت مميزة، وهي أنهم يحبون النظافة والتجمل. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، لم يقل يحبون أن يتصدقوا، ولا قال يحبون أن يصوموا أو يحجوا، وإنما لمح إلى منظر مهم جدا في حضارتنا الإسلامية، فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لاحظوا هذا التشديد، لم يقل حتى المتطهرين، عندما أدغمت أو أدغم هذان الحرفان هذا التشديد معناه أنه يريد أن يشدد على الناس في ضرورة التجمل وفي ضرورة التزين، فهؤلاء يحبون أن يتطهروا والله يحب، لم يقل المتطهرين وإنما قال المطهرين، أي إذا كانت هنالك مرتبة أفضل من التطهر وهي الاطهار فلتكن، فإن الله يحب المطهرين. وأمر الله عز وجل فقال: وثيابك فطهر، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، لأنه كما يقال بقدر اللباس يعرفك الناس، وبقدر اللباس حتى عند الله عز وجل تكون لك منزلة. وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
سواء في السنة العملية التي هي السيرة النبوية والشمائل المحمدية، أو من خلال السنة القولية التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان مهتماً باللباس أيما اهتمام. كان عنده صلى الله عليه وسلم هاجس، مع أنه كما تعرفون قديماً كانت الأثواب قليلة وكانت الحاجة والفقر، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس مظهراً، أجمل الناس على الإطلاق، حتى كان بعض أصحابه من فقراء الصحابة كما ثبت في السنن رآه يوما وقد ارتدى حلة بها خطوط حمر، حلة جميلة. وكان العجيب أنهم كانوا يستوردون الأثواب، بعضها كان يستورد من اليمن يوم أن كانت اليمن بلد حضارة وتصدير، وبعضها كان يستورد من الشمال. وكان يلبس صلى الله عليه وسلم ذاك اللباس، فوقف يوما، قد تستغربون من هذا، وقف يوما فقال: كيف أبدو؟ عجيب، يقف النبي أمام أصحابه ويفتخر بثوبه. نعم، لأن فيه تربية، لأن فيه تربية. جميل أن يقف الأستاذ أمام طلابه فيقول لهم: كيف ترون هذا اللباس وكيف أبدو لكم؟ من أجل أن يقتدوا به، إذا كان طبعا لباسا يستحق أن يكون قدوة. فقال أحد الصحابة من فقرائهم: ألبسنيه يا رسول الله، أعطني هذا الثوب، لأنه بدا جميلا، وكأنه تصور أنه سيبدو في ذلك الجمال إذا لبس ذلك الثوب. لكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نزع، قال له: أو أعجبك؟ قال: نعم يا رسول الله، أعجبني. قال: فنزعه وأعطاه الرجل الفقير، فقال: البسه. وأخذه ذلك الصحابي واحتفظ به مدة طويلة من الزمان. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يعرفه الكثير من الناس، اقرأوا شمائل الترمذي، اقرأوا القاضي عياضا في الشفا بتعريف حقوق المصطفى، اقرأوا الكتب التي اهتمت بأوصاف النبي عليه السلام، تجدوا أنه كان صلى الله عليه وسلم له لباس للصلاة يصلي فيه، ليس هو اللباس الذي يرتديه في نومه أو في بيته، وله لباس يستقبل به الوفود. نعم، لأنه كان مسؤولا، كان رئيسا صلى الله عليه وسلم، فكان يستقبل الوفود، والوفود كما تعرفون يحكمون على الأمة من خلال زعمائها، فهذا زعيم أمة صلى الله عليه وسلم، كان له لباس يستقبل به هؤلاء أو هذه الوفود. وكان له لباس للأعياد، وقد تحدث لنا صلى الله عليه وسلم عن ضرورة أن يلبس الإنسان أفضل ما يملك، والناس صاروا يزهدون في هذه السنن في الأعياد خصوصا، لأنها مناسبات للفرح، وفي الجمعات أيضا سن لنا لباس البياض، لأن الإنسان باللباس الأبيض يعبر بذلك عن الصفاء، يعبر بذلك عن نقاء القلب والسريرة. لباس البياض يعبر عن أن الإنسان محب للآخر، على الأقل يوم الجمعة، والناس زهدوا في هذه السنن. النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث في الموضوع عن أن المسلم مطالب بأن يلبس البياض يوم الجمعة وأن يلبس الجديد يوم العيد، الجديد بقدر المستطاع، ليس بالضرورة أن يكون غاليا، الإسلام لا يدفع في اتجاه التباهي، لكن إذا أحب الإنسان أن يكون لباسه حسنا فلا بأس. لقد جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان تحدث لهم عن الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال: ملعون من جر ثوبه خيلاء. فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، إن ثوبي ينجر خلفي إلا أن أتعاهد. هذا في رواية يعني له ثوب، وفي رواية قال له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون مطعمه طيبا وملبسه طيبا، لأن أبا بكر كان رجلا ثريا، كان غنيا الإيمان والمال، كان غنيا في ثروته،
وكان غنيا في إيمانه رضوان الله عليه، فقال له: يا رسول الله، أنا طبعي هكذا، أحب أن ألبس جيدا، أحب أن آكل جيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. السرف أي الإسراف، لا يقبله الإسلام، إسراف. الناس محتاجون إلى الثروة والمال، وأنت تقتني لباسا بملايين ربما، إنما لابد من الاقتصاد، لابد من التوسط والاعتدال في اللباس. ثم المخيلة أيضا أي الكبر، من أجل أن لا يظهر الإنسان بلباس يريد أن يظهر فيه أنه متميز أو أنه أفضل من الناس، وهذه تربويا غير مقبولة. بعض الناس ربما يشترون لأولادهم، يحرصون على أن يكون أولادهم أفضل الأطفال لباسا على الإطلاق في المدارس، هذا من الناحية التربوية غير مناسب. لابد أن حتى لو كنت غنيا أن يكون لباسك وسطا معتدلا. لذلك قال الله عز وجل بعد آية اللباس والأكل، قال: ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لابد من الاعتدال والوسطية. ولذلك جميل جدا أن يفرض الزي المدرسي على الأطفال حتى لا يشعر أحدهم بتميزه عن الآخر أو بفقره مقابل الآخر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا لللباس الأنيق الجميل في نفسه، وأيضا يأمر به أصحابه، فيبين لأبي بكر، وفي رواية حديث آخر قال له: يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لست من هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر على سبيل الكبر وعلى سبيل الإعجاب بالنفس، لا، هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفقهاء، كيف تناول الفقهاء قضية اللباس؟ الفقهاء عندما تناولوا هذه الآيات القرآنية وأمثالها، وعندما تناولوا هذه الأحاديث، وقد اقتصرت لكم على جزء يسير منها وإلا فهي كثيرة، لو دخلتم كتاب البخاري رحمه الله، صحيح الإمام البخاري عقد بابا خاصا سماه باب اللباس، باب اللباس، يذكر فيه أهمية اللباس وضوابط اللباس، فتحدث الفقهاء عن ضرورة الاهتمام بقضية اللباس. يكفي أن الفقه الإسلامي يعتبر الطهارة شرطا من شروط الصلاة، وعندما يتحدث الفقهاء عن الطهارة فهم يقصدون طهارة الحدث وطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان. كل هذه لو كان فيها شيء من النجاسة فإن الصلاة ليست على ذلك الوجه الذي فرضه الله عز وجل، لابد من هذه الطهارة بالنسبة للفقه. ثم تناول الفقهاء أيضا ضرورة التمييز في قضية اللباس، لأنه جاء في صحيح البخاري: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فقال الفقهاء: إنه يحرم على الرجل أن يلبس الألبسة الخاصة بالنساء، ويحرم على المرأة أن تلبس الألبسة الخاصة بالرجال. لأن المصيبة عندنا اليوم أنه صار عندنا رجال مخنثون، وصار عندنا الآن نساء مرجلات، وهذه مصيبة. الإسلام يريد للرجل أن يبقى رجلا، ويريد للمرأة أن تبقى امرأة، فميز لكل منهما بلباس. عورة الرجل ليست هي عورة المرأة. المصيبة اليوم أن القضية انعكست، فصار ما يستره الرجل في جسده أكثر مما تستره المرأة في جسدها. لكن شريعتنا تقول بخلاف ذلك. شريعتنا تقول كما جاء في حديث رواه أصحاب السنن وإن كان في سنده كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر الصديقية رضي الله عنها وقد لبست ألبسة شفافة، ألبسة تكشف شيئا من جسدها، وكانت قد بلغت، فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت
لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. لذلك الفقهاء يتحدثون عن أن عورة المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب عنها أي غير المحارم هي الوجه والكفان فقط. دعك من الخلاف في قضية تغطية الوجه، دعنا من هذا. الذي نتحدث عنه الآن هو الأمر الضروري، الأمر الواجب الذي ينبغي أن يفعل وليس فيه خلاف، وهو أن تستر المرأة جسدها ما عدا الوجه والكفين. لكن هذا الحجاب كيف يكون؟ الرجل أيضا له سترة مع الرجال، ما بين السرة إلى الركبة هذا ضروري. وكم ينكشف الرجال في الحمامات وفي الشواطئ أمام بعضهم البعض، وهذا مخالف لتوجيهات الشريعة. حتى لو كان الإنسان مضطرا إلى عمل، مضطرا إلى أن يتكشف لأن عمله شاق، ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن يبديه لأحد من الرجال. والمرأة ما بين أو الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين، هذا هو الفقه الإسلامي، هذا هو التوجيه النبوي للمرأة المسلمة. لكن بمواصفات، وأوجه الخطاب هنا للأخوات البنات، الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس. بعض الأخوات يتصورن أن الحجاب هو تغطية الرأس، لا، هذا خطأ. الحجاب بمعنى أن يكون البدن مستورا بساتر. لا أتحدث لك عن وصف معين، لا نتحدث عن لباس شرقي ولا غربي، شمالي ولا جنوبي، لا، لابد أن يحترم البيئة التي يعيش فيها الإنسان. لكن له مواصفات في كل البلاد، أن لا يحدد جسم المرأة، وأن لا يشف، أي أن لا يكون شفافا رقيقا بحيث يبدي ما تحته، وأن لا يصف، أي أن لا يكون محددا. هذه شروط أساسية. لذلك الأخوات لابد أن يهتممن بهذا الأمر. أما تغطية الرأس والخروج بسراويل تشبه سراويل الرجال، بل لا تصح حتى للرجال، ما تلبسه البنات اليوم لا يصلح شرعا أن يكون سراويل للرجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يخرج بعورة محددة، فكيف بالمرأة؟ لذلك لابد أن يكون لدينا فهم صحيح لهذا الدين حتى يعطي النتيجة. لأن بعض الناس اليوم صاروا يتحدثون يقولون إن التحرش مصيبة للنساء المحجبات كما لغير المحجبات، لكن نسي هؤلاء أن المصيبة أن ذلك الحجاب غير حجاب، أن ذلك الحجاب ليس حجابا، هذا هو المصيبة. أما لو أن المرأة كانت أكثر سترا وأكثر محاولة للتستر، فإن الله عز وجل قد وعدك بالحماية. لست أنا من يعدك، وليس أحد الفقهاء من يعدك، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل وعد أنك إذا ارتديت لباسا محترما أن لا تخرجي بزينة ولا بعطور في الشوارع، وأن يكون لباسك أنيقا، وأن يكون مشيك كما قال الله عز وجل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا وعد، ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يعرفن عندما تكون الفتاة المسلمة. وجربي أيتها الأخت، وحاولوا أيها الإخوة أن توجهوا بناتكم، لأن المسألة مسألة تربية. عندنا رجال للأسف يأتون إلى المساجد ولا يستطيع أن يتكلم عن ابنته بكلمة. أنا لا أقول لك عنفها، لا أقول لك اضربها، لا أقول لك أخرجها من البيت، لا، إنما التوجيه. المصيبة أننا نبخل بالتوجيهات، أننا نبخل بالكلمات، بل إن الرجل يدفع المال لابنته من أجل أن تقتني ما تشاء من اللباس، ولا يعبر ببنت شفه عن ذلك اللباس إن كان مناسبا أو غير مناسب. المسألة تحتاج إلى تربية أيها الإخوة. جربوا مع بناتكم، وجربنا أيتها البنات بأنفسكن هذا الأمر، أن يكون لباسك محترما، وأن يكون مستوفيا،
للشروط الشرعية، أن لا يحدد شيئا من جسمك، وأن لا يشف عن شيء من جسمك، وأن يكون سابغا بحيث لا يكشف إلا الوجه والكفين، لن أعدك أنا، وإنما الله عز وجل قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. لا يؤذي، هذا نفي من الله عز وجل، قال لا يؤذي، لن تؤذي. فلذلك هذه توجيهات ربانية أيها الإخوة. لذلك في مثل هذه المناسبات وهذه الأجواء، ما أحوجنا إلى أن تكون ثقافة اللباس عندنا واضحة بينة، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نصلح ما يمكن إصلاحه، وحتى نتجنب ما يمكن تجنبه من الكوارث والتحرش والمصائب والاختطافات التي صار الناس الآن يسمعون عنها، وما كانت معروفة في مجتمعنا الإسلامي أبدا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وادعو الله عز وجل يستجيب لكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، بقيت لي كلمة أخيرة في قضية اللباس، لعلكم أدركتموها من خلال الآيات والأحاديث وما ذكره الفقه الإسلامي في هذا الموضوع باختصار، وهو قضية وظيفة هذا اللباس. ما الهدف من أجل هذا اللباس؟ وظائفه في المنظور الإسلامي متعددة. فهنالك إذن وظيفة الستر، أي أن يستر الإنسان جسده وأن يستر الإنسان عورته، وهذه هي التي ذكرت في الآية القرآنية التي ذكرت. ثم هنالك وظيفة التجمل والتزين، ليس فقط من المرأة للرجل، وإنما من الرجل للمرأة. لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يهتم كثيرا بأن ينظر في المرآة، وبأن يرجل شعره، يمشطه، ويزينه، وبأن يلبس أفضل اللباس. فقال له بعض طلابه: لعلك تبالغ في هذا، أنت فقيه إمام، وتبالغ في التجمل والظهور بالمظهر الحسن. فقال لهم: إني أحب أن أتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي. فقيل له: وأين تجد ذلك؟ قال: أجده في القرآن الكريم. أين؟ في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. للأسف الرجال عندنا في كثير من الأحيان لا يهتمون بهذا، يريد من امرأته أن تكون على أفضل لباس، لكنه يدخل هو بلباس العمل وبالعرق وبالروائح الكريهة، وكأن الأمر لا يهمه. وهذا الأمر له خطورته في استقرار الأسرة وفي إشاعة المحبة والمودة داخل بيت الزوجية. إذن فاللباس سترة واللباس زينة. ولذلك انتبهوا لقوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي السطر، وريشا، الريش للتزين. الألبسة من أنواع ومخترعات وأقمشة وقطن وأشياء معينة تعطي شيئا من الجمالية للإنسان. واللباس عندنا أيضا تعبير حضاري، تعبير حضاري، لأن ثقافتنا ثقافة السطر. ثقافتنا ليست ثقافة بيع الأجساد العارية، وإنما الإسلام ينظر للرجل والمرأة على أنه العقل المفكر، على أنه العقل المبدع، على أنه اليد المنتجة، على أنه اللسان الناطق والمعبر، وليس إنسانا فقط بهيميا. إذا كان الإنسان يتحضر ويرتقي ويتنور بمقدار ما يخلع من لباسه، فإن القرد أكرمكم الله أحسن أو أسوأ حالا، لأنه أكثر عريا من هؤلاء، والحيوانات كذلك. فلذلك اللباس عندنا يعبر عن منظور حضاري لهذه الأمة الإسلامية، يعبر عن طريقة تفكيرنا. عندما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون لباسه واسعا، يلبس العباءة أو ما يشبهها، ليس لأنه كان اللباس السائد في بلاد العرب كما يعتقد البعض، لا،
وإنما نحن المغاربة أيضا، نحن المغاربة عندما دخلنا الإسلام لم يفض علينا لباسا معينا، ولكن أعطانا محددات وضوابط للباس، فصرت ترى الرجل المغربي أيضا يحرص على أن يكون لباسه سابغا وساترا وأنيقا وجميلا، ولا يحدد شيئا من عورته. وكذلك بالنسبة للمرأة المسلمة، أبدعت المرأة المغربية في الجلباب المغربي وفي الألبسة المغربية، ولكن الذي كان يضبطها هو الستر وهو الحماية. أما اليوم فقد ضاعت كل هذه الأشياء. الله عز وجل قال، وهذه آية لا أريدكم أن تغفلوها، في سورة النحل قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل ألبسة، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي هنالك ألبسة حربية تقيكم بأسكم، وهنالك ألبسة مدنية تقي الناس الحر. لا، اقرأوا ما كتبه العلماء في قضية اللباس وفي خطورة التعري، وأوجه الخطاب للنساء خاصة. للأسف هذه البحوث لا ينشرها الإعلام، لأن الإعلام يدفع في اتجاه التعري، لكن أن يتحدثوا لنا عن خطورة أشعة الشمس التي عبر الله عز وجل عنها بقوله تقيكم الحر، وخطورة الأشعة التي تصيب جلد الإنسان والتي تسبب له حروقا معينة وقد تصل إلى السرطانات، ألا هذا ليس كلام الفقهاء، هذا كلام الباحثين في العلوم في جلد الإنسان، اسألوا الأطباء المختصين في الجلد والحروق التي يعالجونها للناس، وخصوصا للذين يبالغون في التعري، خصوصا اللائي ينكشفن إلى الشمس، كلام كثير تحدث به العلماء. لذلك ديننا هو هذا، قرآننا هو هذا، ستر وتزين ولا يتنافيان. يمكن أن يكون الرجل من أجمل خلق الله وفي أجمل حلة وهو مستوف للضوابط الشرعية، وكذلك بالنسبة للمرأة المسلمة. فلذلك أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى ديننا ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى قرآننا، وأن يرد بنا إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم رد بشباب المسلمين إلى الدين، اللهم رد بشابات المسلمين إلى القرآن والسنة، حتى توفر لهن الحماية من كل الإذايات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا أنسى أنه اليوم يزورنا إخوان لنا يبنون مسجدا لهم في لازاري في درب الرحمون، سموه مسجد المحسنين، ورجوا منكم أن تكونوا من هؤلاء المحسنين، لأنه يبنى على نفقات التطوعات والتبرعات من كل محسن. فأسأل الله تعالى أن ينفق وأن يبارك وأن يزيد لكل من ساعدهم في إكمال هذا المسجد، وهم يجتهدون الآن من أجل أن يغشى أولادهم بيوت الله، من أجل أن يجد أطفالهم بيتا لله يحفظون فيه قرآنا ويتعلمون فيه سنة ويتعلمون فيه أحكام شرعه، ويحضرون خطبة الجمعة ورمضان ويحضرون فيه العبادات، فسيقفون على الأبواب لمن شاء منكم أن يساعدهم. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. إياكم والملل من هذا الأمر أيها الإخوة، إياكم والسأم، لأن البعض يقول: ما بالنا كل شهر أو مرتين في الشهر نجمع لهذه المساجد؟ هؤلاء أناس متطوعون، هؤلاء يقومون بفرض الكفاية، لو لم يقف هؤلاء الإخوة ويمعروا وجوههم كأنما يتسولون من أجل أن يجمعوا دريهمات ليبنوا بيت الله، فإن المدينة كلها ستأثم عندما يكون هنالك حي من أحيائها لا يجد مسجدا. لذلك هؤلاء يقومون بالواجب نيابة عنا جميعا، فمن استطاع أن يساعدهم فليفعل، ومن لم يستطع فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع فيما أعطاهم وأن يخلف لكل منفق. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. اللهم وحد صفوف المسلمين في
كل مكان، خصوصا في فلسطين وفي مصر وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم بارك في وحدة إخواننا في فلسطين، وبارك في تجميع كلمتهم، واجعلهم يدا واحدة حتى يحرروا مقدسات الإسلام والمسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.